بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. بنتكلم النهاردة عن الحالة اللي حضرتك شايفها قدامك دهيا، والحالة النبات اللي قدام حضرتك دهون بعته لي أخ النهاردة مصري على الواتساب. وطبعا النبات زي ما أنت شايف كده متقزم جدا، ودول مش شوية حضرات، دول 11,000 نبات، تمام؟ والراجل بيقول لك الخيار ده عمر 20 يوم. تشوف اللون ازرق كاتم اهوت، مساحة الورقة ممتازة جدا، في تزهير، ايه اللي عمل النبات ده هوت كده؟ ولكن هو انا اعتقد في اعتقاد الشخص ده مش 20 يوم، ده اكتر من 20 يوم لوجود ازهار فيه، او اما ان الشتلة ده هي كانت اتثبتت في المشتل، او ان ما اعتقدش ان برد، لان حتى لو اتشتلت 20 يوم ما يخلوكش تجمع في الجو البرد اللي احنا فيه ده هوت، تمام؟ 20 يوم قليلة شوية، ده ممكن يكون زايد عن الشهر كمان، لأن في أزهار، في أزهار، يعني الخيار في شتلة في الشتاء 35 يوم بتجمع منه، تمام؟ في أزهار النهاردة، تمام؟ فالأزهار ديت يعني ممكن 5 6 أيام وتجمع منه، فيعني هو أزيد من 20 يوم شوية، أو يكون قاعد في المشتل فترة كبيرة. المهم الحالة اللي قدامك ديت إيه الحل فيها؟ لازم تتدخل بحاجات تنشط القصة دي. طيب الحالة اللي احنا فيها ديت لازم تنقذها، تنقذها بإيه؟ أول حاجة إنك أنت هتتدخل، تحس كده مش ناقصة حاجة خالص، يعني تحس الحالة قدامك كده مش ناقصة حاجة خالص. طيب عايزين نشدها كده، نمطها شوية، نطولها شوية، نشدها، إيه اللي هيشتغل على القصة دي يا جماعة؟ خد بال حضرتك، الزراعة مش حاجة ثابت، مش شيء ثابت، يعني لا، شيء يعني متحرك، ولازم مخك يروح ويجي وتشتغل في كل الاتجاهات علشان تقدر تطلع من المطبات اللي قد يحطك فيها الفلاح، وقد يحطك فيها الزمن نفسه، وقد يحطك فيها الايه وضعك، يعني فالوضع اللي انت شايفه ده هو قدامك تتصرف معاه ازاي. اولا عشان تمط النبات ده يبقى يلزمه منظمات نمو، يلزمه هرمونات بمعنى اصح، تمام، او منظمات نمو والناس بتقول. المهم اللي كان رد عليه انك لازم اول حاجة هتدينا جرعة بيرليكس او الجبريليك اسيد، الجبريليك اسيد، وتجاريا بيسموه عندنا في مصر البيرليكس، اللي هو القراص اللي احنا بنشوفها ديت، القراص البيضة، احط لك صورتها في اخر الفيديو، تمام؟ دي بيسموه البيرليكس، تمام، او الجبريليك اسيد. الجبريليك اسيد ده بيعمل ايه يا جماعه؟ الجبريليك اسيد ده هو بيعمل على استطاله الخلايا، بيعمل على استطاله الساق، اسف، بيعمل على استطاله الساق وتشجيع الازهار والنمو كمان بتاع الثمار، تمام. انا في الحاله ديت مش عايز ثمار، انا عايز النبات يطول شويه الاول، يبقى اوقفه على رجليه الاول، وبعد كده الثمار ربنا يحلها. لازم اتدخل بالقصه دي ليه؟ في الصيف اجيبه باي حاجه، بشويه احماض امينيه اجيبه، بس في الشتاء والجو برد وهو ما عندهوش تدفئه والجو بالليل تلج، تمام، يبقى لازم اتدخل بحاجه تحرك لي القصه دهيت. ومن الحاجات اللي هي هتدخلني في القصه دهيت هي الجبريليك اسيد، تمام. الجبريليك اسيد هيعمل لي استطاله في الساق بتاعت النبات، بس الجبريليك اسيد لما برشوه دايما في الصيف يا جماعه، بتبص تلاقي اول حاجه زي النبات ما يكون ادمنه كده، تبص تلاقي النبات خد طفره، تمام، وابتدى لونه، اول حاجه لونه بيحل، لونه بيحل ليه؟ لان اعتقد الكلوروفيل ده في مساحه معينه، انت ابتديت تحط الجبريليك اسيد ففرد لك الورقه وفرد الساق وفرد النبات كله، فابتدى اللون يخف، طبيعي ان هو يحصل كده، تمام. عند خفه اللون دي يا حضرات احنا المفروض بحط منشط جذور، وبحط في الحاله دي دفعه يوريا، وبحط في الحاله دي دفعه يوريا قد تصل ل 10 جرام للنبات، مش مره واحده، عشان ما تحرفش الكلام اللي انا بقوله، انا بقول كلام واضح اهو، ممكن نحط 10 جرام يوريا بفاصل مثلا على 15 يوم كده، ماشي، على 15 يوم، طيب، او على 15 يوم لو حطيت في الاسبوع مرتين يبقى على اسبوعين 15 يوم اهو، كل يوم هحط كام؟ هحط في الاسبوع هياخد له 4 جرام يوريا،
4 جرام يوريا او 5 جرام يوريا ما هيعملوش للنبات حاجه يا جماعه. هدخلها مع 20، دخلها مع 20 تمام، بحيث ان انت ايه الصفار اللي هيعمل يحصل لك فيه اللي هيعمله لك الجبريليك اسيد هتعوضه انت بانك انت هتزود التسميد الازوتي شويه تمام، هتزود التسميد الازوتي شويه تمام. دي رقم واحد. رقم اتنين، هتتدخل بحاجه اسمها السيتوكينين او السيتوكينينات ماشي. السيتوكينين دي يا جماعه طبعا بنلاقيها في مركبات كتير، وعلى رأسها مركب الكلباك، وفي مركبات اعتقد نزلت كتير. بالنسبة للهرمونات النباتية، في ناس كتير بتعرضها، احنا بنستخدمها في الزراعة عشان بس ما تتعبش نفسي وتتعبش قلبي معاك، انت بتستخدمها وعلي النعمة بتستخدمها. فدي كل حاجة الاستخدام بتاعها الآمن، ما عندناش أي مشكلة فيه تمام. انت اعزنا الله واياكم، اللي عنده سرطان بانوبه مناوي بس بيحقن في جرعه معينه يتحملها الجسم تمام. اللي عنده ديدان بيدوله برشام، البرشام الفيرم 1 دوت ولا غيره، في نسبه مش كويسه، في حاجات مش كويسه تمام. البرشام اللي بياخده البني ادم دوت فيه نسبه مش كويسه على صحه الانسان، اي ادويه فيها نسبه مش كويسه على صحه الانسان، بس انا مضطر استخدم ديت علشان في حاجه هتدمر الانسان، في حاجه هتدمر النبات هنا، يبقى لازم استخدم. والاستخدام برضه يكون في ايه، في المعقول. بنلاحظ نسبه وفيات جماعه في كتير، في الجماعه اللي بيتناولوا البرشام اللي هو الجماعه اللي ما بيخلفوش وكده بيدونهم برشام ومنشطات والكلام، الكلام ده غلط على الجسم. الاطباء مش عارفين، عارفين بس لازم يتدخل بحاجه زي كده علشان الانسان يبقى طبيعي او يفرح بان يكون عنده ولد. كذلك وضعك في الزراعه تمام. عندك السيتوكينين ده بتستخدمه، السيتوكينين ده هو في عمليات حيويه او هرمون معين في النبات، اهو بيقول لك اهو مركبات بتشجع على انقسام الخلايا وبتعمل على منع او خفض عمليه هدم البروتين والاحماض النوويه، وبالتالي فانها تؤخر حدوث الشيخوخه. بدل النبات ما وصل متقزم ووصل عنده للشيخوخه، دي لما رشها تاخر قصه الشيخوخه شويه كمان تمام. وبقول لك كمان ولها القدره على توجيه سير الاحماض الامينيه وغيرها من المركبات الاخرى داخل النبات تمام. يبقى مفيده في الوضع ده هو اننا نستخدمها تمام. بالوضع اللي قدامي ده هو رقم واحد، هبدا انظم عمليه الري بتاعتي شويه، يمكن انا مقصر في الري، ازود الري شويه في الحاله دي ما عنديش مشكله خالص. احط منشط جذور علشان يعمل لي انقسام في الخلايا الجذريه بتاعت النبات تمام. وبالتالي يزود لي عمليه الامتصاص الابتيك بتاع النبات، هيمتص كتير لما الجذور تكبر، معدل الامتصاص هيكون كتير تمام. بعد كده هبدا استخدم حاجه زي الجبريليك اسيد تمام، اللي هو حمض الجبريليك الراس اللي انتم بتشوفوها او البرليكس. بعد كده هنستخدم النبات قد يبدو عليه اصفرار، هستخدم جرعات يوريا عالية عشان أقدر أنشل النبات من اللي هو فيه ده أو من التقزم اللي هو فيه ده، وهرشه رشة سيتوكينين. رشة السيتوكينين ده هي هتساعد مع الجبريليك أسيد في إن أنا أفك حالة التقزم اللي إحنا عملناها دهيت، او اللي حصلت عندي نتيجه او نتيجه اي حاجه. انا اعتقد النبات ده يعني ممكن يكون مرشوش مثبت في المشاتل، او ان هو يكون اتعامل باهمال في الاول، ولكن انا شايف النبات صحيا مش مهمل بصراحه، هو عايز بس ايه نشده شويه كده والامور بتاعته هتبقى كويسه تمام. المستفاد من الدرس ده هو يا جماعه ان مش كل مش كل منظمات النمو سيئة، منظمات النمو بدخل لها مضطر في بعض الحالات. المهندس الشاطر، المزارع الشاطر، ما يبقاش عنده اسطمبة واحدة كده اتعلم من مهندس كبير ولا بتاع، اسطمبة واحدة هي في دماغه تمام، ما يزيدش عنها. لا، في حاجات لازم تبدأ تدور عليها، في حاجات لازم ما توقفش دماغك عنها، لازم تستدعي انك انت تشغل دماغك وتحاول تنقذ الموقف اللي انت فيه، لان ده هو معنى ان النبات ده ما نفعش، يعني معناها تجهيز ارض، يعني معناها بيوت مكلفة، يعني معناها بذور بمبلغ وقدره، يعني معناها عمالة بمبلغ وقدره، يعني معناها مية مكلفة قد ايه. القصة كلكم عارفينها وبلاش نحكي فيها، ده 11,000 نبات. انت عارف بس تقريبا البذرة في مصر دلوقتي تمن حصل تقريبا في حدود 3 ل 4 جنيه، يعني الراجل داخل بس في حوالي 50,000 كده او 40,000
بس بذور، ده غير اسمده وغير العمالة وغير القصة والهلم مجرة اللي هو داخل فيه. تمام. ففي الوضع ده هو المفروض بنحاول ننقذ الراجل ده هو، فبننقذه بإيه؟ بالكلمات الشوية الصغيرين. وإن شاء الله بإذن الله أنا عندي ثقة في ربنا سبحانه وتعالى إن هو لو عمل القصة دي الأمور بتاعته هتبقى كويسة جدا جدا جدا، وإن هو برضه يحاول يتعامل مع النبات كويس، بمعنى نبات زي ده هو يعني التهوية معاه، لأنه ما هو مش مطلع حاجة أساسا، التهوية معاه تكون بحساب، تكون بحساب. تمام. يعني التهوية بتاعته تكون بحساب. بعد العصر قفل البيوت بتاعته خالص علشان النبات يقدر يلاقي له شوية دفى، جو دافي يبدأ يتحرك فيهم، وبقدر الإمكان يكون الإضاءة عنده كويسة، لأن أكتر حاجة تتأثر بقصر الفترة الضوئية أو الغيوم يا جماعة هو الخيار. الخيار بيتأثر بالغيوم أكتر يمكن من البرد نفسه، يعني حتة الإضاءة نفسها، إضاءة داخل البيت المحمي دي بتفرق مع الخيار خالص خالص خالص. عشان كده دايما تلاقي الخيار في الشتاء، مش عشان بس إن هو ملطق في الصيف متفوق عن الخيار في الشتاء، مش عشان إن هو في الصيف ملطي وفي الشتاء سنجل أو كده، لا، ولكن الإضاءة وطول النهار في الصيف واللي فيه إمكانية إن أنا أدي مية كتير، دي كل الحاجات ده هي بتوصلني لحاجة، ألا وهي إن الإنتاج عندي بيكون بيزيد، عدد الثمار بيزيد، المية عندي النبات بيستهلك مية كتير، وتلاقي الدنيا بتاعته ماشية كويسة جدا. بشكر حضراتكم وبتمنى إنكم استفدتوا من المعلومة ده هي. وبالله عليك لما تحصل حاول تسترجع الفيديو تاني علشان ما تقولش تاني هي هو ده هو ايه اللي حصل، هو اللي حصل احنا حكيته لك بالتفصيل اهو. وقد اكون مخطئ وقد اكون مصيب يعني في الكلام اللي انا قلته. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واللي عنده حالات زي ديت او حالات غريبة كده يبعتها، وان شاء الله نعمل عليها حلقات، بس تابعونا. شكرا لحضراتكم.